القصة خلصت، انتهت. هلأ أنا ما عاد خايف من أي حدا هون، حتى بيت رجدان ما عاد خايف من هون. من اليوم ورايح رح يضطروا يسكتوا كرمال يحموا حالهم، وما رح يسترجوا يخبروا عني. تعرفي قديش ارتحت؟ من ناحية عرفت قديش أنا مهم بالنسبة لبعض الناس، وهالشي بيعطي الواحد ثقة بنفسه. مرام وأمها حابين يستخدموني كورقة ضغط ضد بيت رشدان. ما ضل غير خطوة، خطوة أخيرة، وبس نخطي هالخطوة رح يرتاح بالي للأبد، وبعدها ما رح نخاف من أي شي بالدنيا. وأنا بدي أسألك سؤال لأرتاح، ليش قوصته لكريم؟ مشان فاطمة ما هيك؟ أنت شو عم تخبصي نور؟ لساتك بتحبها مو؟ حبك إلا وحقدك عليه خلاك تقوصه، ما بدك تتقبل فكرة إنها صارت مرته لكريم. هنن راحوا لهداك البيت، ليش اخترت هداك البيت بالذات لتتخبى فيه؟ ليش رجليك أخدوك لهونيك؟ وشو اللي صار لحتى تقتله للزلمة؟ لقيت هنيك شي خاص فيهم؟ ولا لقيت شي غرض لفاطمة هونيك؟ ولا تذكرت أيام زمان؟ شو صار لك؟ شو اللي استفزك لحتى خلاك تقوصه لكريم؟ أنا ما قوصته، نعرف مين اللي عمله. واحد مشرد ومجنون، ولقوا معه كل الأدلة، واتهامه لقلي طلع مو بمحله، والضابط اعتذر مني. صدقيني أنا ما عملتها. أنا ما رح عيد هالسؤال، أنت أدرى بمصلحتك طبعا. إيه خلص بقى، يمينة من هالسيرة هي، خلينا نفكر بمستقبلنا. مراد حبيبي، مراد رح تكون حياتنا كتير حلوة، رح تفتح عيونك على دنيا فاتحت لك إيديها. سنان رجع اتصل. لا تجيبي لي سيرته، قال مو مسترجي حاكيك، بده يرجع لك مصرياتك. قال خليه يبعث لي رقم حسابه لحط له اياهم باسمه. هدول صدقه على روح امي، ما بدي منه شيء وما بدي شوفه. لا تبعزق مصاريك يمين وشمال مصطفى، في ولد على الطريق ووراك بيت وعيله. هاجر لا تاكلي هم، ما رح ننزنق على المصاري بعد اليوم. في شغله اذا زبطت رح نعيش ملوك. ما توقعت تزبط بهالسرعة. ألو، مساء الخير يا مصطفى. شو بدك مني؟ بدنا نحكي شوي. عن شو بدنا نحكي؟ أنا بكراج السيارات تبع بنايتكم، انزل لعندي. شو عم يصير؟ شوفي ولوين رايح ومين هدول؟ طمني، خلص ناشيت معنا، رح نربح مثل زمان. مرحبا مصطفى، إن شاء الله العمر لك، والحمد لله على سلامتك. شو بدكن مني؟ تعا بدنا نحكي بالبزنس، رح تربح كتير معنا. طلع